السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. دونك من بعد ما درت الفيديو ديال كومون سو بريزونتي او كلاس، داكو يعني كيفاش تقدم راسك في القسم، جاوني العديد ديال الطلبات انني نخدم معاهم سيلف انتروداكشن، يعني كيفاش تقدم راسك حتى بالانجليزية. داكو دونك ملتاح دي مع راسي، نعملوا محاولة نشوفوا هاد هاد سيلف انتروداكشن كيفاش كيمكن لك تعبر على راسك، كيفاش تقدم راسك بالانجليزيه. داكوغ دونك نبداو على بركه. لاحظوا معايا متى نقولوا سيلف انتروداكشن. سيلف هي شي حاجه ذاتيه، داكوغ دونك ذات غتهضر على ذاتك. سيلف دونك ذات، انتروداكشن هو التعريف، دونك التعريف بالذات. داكوغ دونك الكويستيون از، يعني السؤال تيكون عباره عن هاو تو انترودوس يور سيلف، يعني كيفاش، هاو كيف تقدم نفسك. يور سيلف هو نفسك، داكوغ دونك ماي سيلف هو انا نفسي، يور سيلف يعني نفسك. دونك السؤال اللي كيتطرح منك او لا الطلب اللي كيتطلب منك هو tell me about you، يعني tell me يعني خبرني او لا اخبرني. داكو دونك اخبرني about عن فوالا عنك. داكو about you دونك you انت. اوكي سو غنشوفوا دابا شنو هما المحاور اللي خاصك تهضر عليهم، كيف ما درنا بالبريزونطاسيون اون فرونسي كذلك غيكون باللونجلي. سو كيف ما كتشوفوا عندي four things، داكوغ دونك عندي ربعة ديال الحاجات اللي خاصني ضروري نهضر عليهم ونهضر عليهم بالترتيب. دونك أول حاجة غنبغي نهضرو هي personal information، يعني المعلومات الشخصية ديالك. دونك personal شي حاجة personnel لي شي حاجة شخصية، داكوغ information هما لي زانفورماسيون لي هما المعلومات. دونك المعلومات الشخصيه بحالاش مثلا سميتك، كنيتك، لاج ديالك، العمر او لفوقاش زاديتي، فين زاديتي، الا بغيتي كاع تزيد باباك فاش خدام، ماماك فاش خدامه، شحال عندك ديال خوتك، شحال عندك ديال خواتاتك. داكوغ دونك سيكوند ثينغ هي ليدوكيشن هي ليدوكاسيون اللي هو التعليم او لا المستوى الدراسي. داكوغ ثالث حاجه هابيز، ذا هابيز هما العربيه الهوايات. اوكي شنو كتبغي دير في فري تايم ديالك، يعني في الوقت الحر ديالك شنو كتبغي دير، اولا شنو هما الهوايات ديالك، شي حاجه اللي كتعرف ديرها. داكو اخر حاجه هي بيرسونال سكيلز هما التجارب اولا الخبرات اللي دوزتي، تجارب والخبرات. دونك كيف ما كنعرفوا كاينين بزاف ديال الناس اللي تيخدموا مع والديهم، تيعاونوهم في خدامهم، اولا مثلا باباك تيكون خدام شي خدمه اللي كيوريها لك، كيعلمها لك، كتعرف دير شي حاجه. داكوغ دونك يلا ندوزو لواحد ليكزامبل نخدموه نشوفوا كيفاش how to present او لا how to introduce yourself. okay. اول حاجه كيف ما قلنا غنهضروا عليها هي self information، يعني معلوماتك الشخصيه. دونك كنبدا طبعا كنبدا الحوار ديالي او لا presentation ديالي ب هاي او لا hello، مرحبا او لا اهلا. داك دونك my name is كوثر شرور، يعني الاسم ديال اسمي ديالي ملكيه، name هو الاسم، is كوثر شرود. I was born يعني خلقت او تزاديت. داكوغ دونك I was born on March. دونك هنا كتكتب month يعني كتكتب الشهر والنهار والسنة. 25 1995 in Sali. دونك هنا كتكتب لينا المدينة. داكوغ دونك I am 26 يعني عندي I am 26 years old، يعني عندي 26 سنة. years old years هو السنة. دونك my father يعني الأب ديالي، my father is a contractor يعني مقاول. اوكي
and my mother والام ديالي دونك هذيك تبقى اختياري تبغي تزيد هكا شي تفاصيل على باباك ماماك فاش خدامين داكوغ my mother is a housewife يا ربة بيت او لا ربة منزل داكوغ دونك house يعني زوجة housewife house يعني منزل wife هي الزوجة داكوغ دونك I have one brother يعني عندي اخ واحد brother هو الاخ داكوغ دونك his name is زكريا فاش بغيت تقول سميتو مثلا المهم انا عطيتكم الحاله المدنيه ديالي كامله and he is a policeman policeman هو شرطي داكوغ دونك police يعني شرطه man هو الرجل اوكي دونك ساليت عطيتهم personal information يعني عطيتهم المعلومات الشخصيه ديالي غندوزو دابا نهضروا شويه على l'education اوكي okay. I got 9 in the final exam of primary school يعني جبت 8 في final exam يعني الامتحان النهائي في primary school يعني في المدرسه الابتدائيه اوكي my favorite school subject لاحظوا معايا school subject هو الماده المواد اللي كتقراو school subject دونك my favorite school subject يعني الماده المفضله عندي is math اوكي يعني مثلا المات تقدر تقول education islamic french arab many of school subjects اوكي دونك ندوزو دابا هابيز غادي نهضروا على لي هابيز يعني the hobbies يعني الهوايات ديالك واهم حاجه كيفاش غادي تبريزونتي لهاد المواهب ديالك او شنو كدير في الفري تايم ما قلت لكم باش نقدروا نعبروا على الهابيز اللي عندنا او اللي كيعجبونا كاين ميني اوف اكسبريسيف ديال لي زيكسبريسيون اللي يمكننا نستعملوهم بحالاش مثلا كيمكن لي نقول اي لايك او لا اي لوف يعني افضله او لا احبه كيف ما يمكن لي نقول ماي هابيز ار يعني هي من هواياتي دونك هواياتي هي وكنكمل كيمكن لي نقول دونك قلنا اي لايك اي لوف ماي هابيز are in my free time I like to do a lot of things like دونك in my free time في وقت الفراغ ديالي I like احب او لا افضل to do ان افعل a lot of things يعني العديد من الاشياء like مثل وتنقل the hobbies ديالي I enjoy يعني استمتع بي دائما استمتع بي من موراها دو فيرب كيكون بي ان جي اوكي دائما دو فيرب يعني لو فيرب كيسالي بي ان جي سو دونك اي لايك اي لوف بلاين تنس يعني كيعجبني نلعب التنس اند كوكين يعني الطياب اوكي من التنس للطياب المهم التنس ديال الدراري واخا حتى البنات كيلعبوا التنس ودوك كوكين ديال البنات واخا عرفتي انت الدراري كيعجبهم يطيبوا ما عرفتكمش شي دراري باقي من الفضاء My hobbies are يعني من هواياتي reading القراءة and playing football. Okay. In my free time, I like to do a lot of things like playing computer games يعني لعب بالـ games يعني الألعاب ديال الكمبيوتر and reading يعني القراءة. I enjoy يعني استمتع بالقراءة reading and traveling to new places. يعني نسافر لبزاف ديال البلايص جدادين اوكي سو اخر حاجه نقدر نسالي بها سيلف انتروداكشن ديالي هي شنو بغيت نكون في المستقبل داكوغ دونك كاينين تو اكسبريشن اللي نقدر نعبر بهم على شنو باغي كيف ما قلت لكم كاينين جوج in my future i would like to be in my future يعني في المستقبل I would like to be يعني بغيت نكون مثلا الدكتور يعني طبيب when I grow up ملي غنكبر أريد أن أصبح I want to be for example policeman أو لا teacher أو لا بزاف ديال المهن اللي كاينين دونك I hope يكون عجبكم هاد self introduction عملت معكم محاولة بسيطة بكلمات بساطين ديز اكسبريسيون بساطين اللي تقدروا انكم تحفظوهم دونك نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله دمتم في رعايه الله